عسلامة، مرحبا بكم. أنا اليوم باش نعمل شوية سمن ديالي على الطريقة التقليدية التونسية. أنا راني الرسات هذية متعلمتها على أمي، وأمي متعلمتها على أمها، هذية الرسات متاع جدودنا. طريقة تحضير السمن ديالي، خذيت كيلو زبدة، هذية زبدة عربي باش نحط لها ملح أحرش. الكيلو زبدة باش نحط له 500 غرام ملح أحرش، راهو ما يجيش بالملح الأرطب، يجي كان بالملح الأحرش. وانا السمن اللي باش نحضره باش نحطه شويه كليل، نجمو نحطو زيت زعتر كان عندنا، ونجمو حتى ما نفوحوهش ما نحطولو حتى شيء، كان الملح برك. انا توا باش ناخذ 500 غرام ملح احرش وباش نصبهم ونخلط اكل الملح فك الزبده. هاك الملح خلطته مع الزبدة، توا باش نحط هاك الكليل ونزيد نخلطه. هاك الكليل يعطي مطعم بنين برشا في السمن. هاك الزبدة اللي حطيت لها الملح والكليل هاني كملت خلطتها، وتوا باش نغطيها ونخليها تقعد ما بين 10 و15 يوم، وبعد باش نطيبها. ومن المستحسن رانا نستعمل معون الفخار، يا اما طنجره كيما توا انا حطيت فيها، والا طاجين. وراني مانيش باش نحطها في الثلاجه الزبده، باش نغطيها ونحطها على الدكانه، وراي ما تفسدش على خطر فيها الملح. وبعد 15 يوم باش نطيبها. هاك الزبده العربي اللي حطيت لها الملح وفوحتها بالكليل عندها 15 يوم، توا باش نطيبها ونردها سمنها، باش نحطها في الكسرونه. وبعد ما عبيتها في الكسرونه توا باش نهز نغليها. هيك الزبدة العربي اللي حطيت لها الملح والكليل وخليتها 15 يوم، هاني حطيتها توا على الغاز باش نغليها على نار واطية. هكا بدات تذوب، هكا بدات تغلي باش نحي اكل الكليل. وتوا وقت اللي تغلي اكل كشكوشة هذيك الكل لازمني نحيها. على قد ما تغلي على قد ما تطلعك الكشكوشة هذيك يلزمها تتنحى. السمن نحضر عنده 20 دقيقة يغلي، وتوا هاني باش نطفي عليه. توا هاني باش نعبيه في الدبوزة. الدبوزة كملت عبيتها، وشوفوا الملح كيفاش يقعد في دار الكسرونه. وهذه طريقه تحضير السمن ديالي، ان شاء الله عجبتكم الرسيت وبالسلامه.